السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الغالين، اذكروا الله، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أنا موجود بخير وصحة وسلام وعافية. البارحة سلمك الله، ما بغيت أصور، سرت عاد القرية العالمية، اتصل بي الإعلامي أحمد القمزي وسرت وياه وداربي وعشاني وغيره ومنه ومنك وهذا، وردت تعبان وهل كان من أنثر دبأ وعقبينا راس الخيمة وطبخنا ونفخنا. البارحة ريح، اليوم عندي طبخة لا تفوتكم، هيك الطبخة يوه وين حرية. نفس المكان في شمل دار الشرغات في بيت الوادي، استعنسنا بيت في اللعود والدنيا زينة وشمس وربعها. قال أبوي بدأ يعني يومين، قال بمهدد ايش هالبلاد، ايش راس الخيمه؟ قلنا لكم راس الخيمه وناسه وراس الخيمه بهانس، ولا تفكر في الماضي، عيش يومك. حلو على قلبي، حلو واستانس. لكن شو الجو يا ابوكم؟ جو طبيخ، جو انا سبحان الله. بعد يقولون لي ابعد عن الدخان ولا تطبخ وعيونك، بس يوم ما شميت الدخان بعد القد ودرنا، ودر الجدر مروا ما يستوي. لكن هذا الجو يقصمك، الجو يلزمك الغيوم. يا الله والله حما صورتكم، خمس خلص هاي اللفة يا جماعة الخير، حبايبي المتابعين ما صبر عنكم. لكن شوي خت راحة، كل يوم بتملوني. قال لا تكثر السيرة على الخلان، بيملونك لانك ولدهم ولا طفلين يربونك. الأولين قايلين زي ما قالوا الأولين شين من الطريق، الا يا رب ويا الغيم اللي جاي في راس الخيمه اسود. يا الله ولا تفوتني الفرصه، على اتاحه الفرصه الى الغروب العمل شمس وغروبها حكومه راس الخيمه الغاليه سيدي صاحب السمو الشيخ سعود طول الله عمره، ابو محمد وولي عهده وام الجميع الشيخه ام محمد طول الله عمره وبارك الله في حياته. انا ما يوز عن راس الخيمه، انا شفت الكرم وشفت النعمه وشفت الحشمه من يوم ما باليوم من الاول. الله يطول أعمارهم ويبارك في حياتهم ويزيدهم إن شاء الله من خير، وخلي عيالهم وعيال عيالهم يا رب العالمين. حكومة رأس الخيمة الجميلة، نعم قال الأول، قال رأس الخيمة الجميلة ورأس الخيمة الجميلة، محل المناظر يا عالم والفرض مضوء محلى نخيلة. عندهم الفرض وعندهم اللؤلؤ وعندهم يعني رأس الخيمة ما شيء. لكن شوف الأجواء اليوم يا ربي، شوف الغيم اللي جاي في رأس الخيمة، اسمي غيم الاسود. يا الله يا الله يا الله مطر، يا الله يا الله يا رب يا الله يا الله. شفتوا 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 ايش قايل؟ يا الله بالرحمه، يا الله بالرحمه. جاي تن غيمه غريبه عجيبه طبقات، يا غيم يا يا الله بالرحمه. ويوم العلم بينا حين يوم الجمعه بيصادف، الله يعز الدوله، الله يعز رئيس الدوله والمجلس الأعلى لحكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الصخاء والرخاء والعطاء دولتنا الحبيبة. اللهم يا رب العالمين، يا رب البيت والحرام، تعمي عين الحاسد والباغض والظالم، كل من في قلب حقد اللهم ركيدهم في نحرهم، وسلم دولتنا وسلم شعبنا وسلم إن شاء الله من على هاي الأرض الطيبة، أرض العطاء والصخاء والرخاء. بي إن شاء الله يوم العلم، هو الجميع بيفرح يوم العلم. شفتوا شفتوا الغيم اللي جاي يا ربي. وخلكم ويا طبخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوي خله الحين، اليوم غدانا أو عشانا مخلوط أي، أما للغدا مسوين طول الله عمارهم فندق رويال فيو، أكل غدا اللي طر الرأس في رأس الخيمة نخيل. إيه لكن نحن ساكنين وين؟ في استراحة بيت الوادي نفس المكان. وعاد اليوم انا دقت علي خاطري سور قيمات وخبز رقاق ويا المهياوه، ويبالا عاد شو الاكل الرئيسي عشاء غدهم جايبين نبا مضروبه، مضروبه شو حريه عيش، لا مضروبه بر، البر شو بعد بر يعني ميروشه هاي والحجيه متمقطع ويالسه والحب اليريش. ايه شوف ذا الجريش هذا والزنجبيل محطاي
بترابه، واللي يبى ياخذه واللي ما يرباه يرد لاصحابه. والطماط والثوم والاجواء، شوف شوف شوف، واحد اللي وده ما يطلع الليل بابا وابوي فندق ريال. وصل يا ابو الغداء، يا ابو الغداء. شوفوا يوصل غداك وين ما كنتوا، اي ما تكونون في وهذا الفندق، هذا الفندق روحه. شفتوا هذا الفندق وهذا سيائر الفندق، توصل الحاء الدولة بس انت تطلبوا. ابوه شوفنا، شوف الغيم اليوم، شوف المناظر يا ابوك المنظر. تعال يا زلمه ترى عندوك اوقات النفاهه، المنظر الجلسه ليها دور. ولي يا استحت الشده، شوفوا فارس زوريتي وجدري عداليه يا لسنا تحت الظل. تسالون على ام محمد بخير ونعمه، ام محمد تسالون العرب عنك. سالت عليهم العافيه، وش حال ايش قالوا من عقب البعير؟ هذه الضربة ما ها ان شاء الله ولا حينه. الحمد لله مرة ما تشكين باس. الحمد لله ما تشكي باس، الحمد لله ليها جمهور وليها العالم وحرية. وين ام محمد؟ وخطمنا على ام محمد يا الشراد. شراد منو شراد؟ انت انت شراد ولشاب ها تبقى ما تشرد عني وتخلي يدهس فينا البعير. ما قالوا ان الشرد نص المريض. ايه وعليهم ما ادراك شو، والنعم فيهم الصراحه الجماعه. ايه هم اللي حتى من هو احمد هذا داسوا البعير رفسه يوم يبيه زعالي رفسه بعد. ولا انا ايش سويت؟ انت؟ طلبت البهو ما اشوف الا الريلات. عادتي دوم اشرد وما اشوف المصيبه كب. تعال شوف ارباب شو يقول لك، يقول لك ارباب تعلم المضروبه. انت طباخ تشتغل ما بطيار والله. قم تعال اهلا وسهلا ومرحبتين غالي، مساكم الله بالخير والنور والسعاده. هل يسد في الغافه يقول ايش قال؟ حد غافه ساروا تلياهم، ساروا تلياهم قالي في الفجر. عش ما نقول، ما نروح نقول طاف شموس طالع من ها. اي لوكيشن هذا بعد وياسين انا وشمس الشمس طيب البحر الحبوبه في الظل تحت الغافه. اي أيوة والله شنو الغافه؟ تعال اقول لك، ذاك يوم قلت لي بيت شعر عن الغافه. الغافه اقول ساروا خلانا قلبي سروا، خلانا قلبي سروا وباتوا تحت غافة ودموع عيني على الخدود الزرافة أو نزافة. شو قالوا عن غافة محمد؟ يعني الحين أم محمد شفت واحد يقول إيش بيت شعر، يقول إيش يا نزافة يا زرافة يا خوافة، هذا الشعر طلع عليك يلا تفضلي قضي مني ومني وقالي شعر. ها أنا ما بيت شعر، ها أكل بعير. لا لنزين الحين المرة تعالي أم محمد. أم محمد المرة قالت لك الحق، قالت لك انت قاعدة كل مو كل من قال بيتين كذي لصقهم صار شعر. تعال طلعي لي في الكاميرا هني، قاعد يهددش قال لك انا والله ذاك هو البعير. ليش كذي يعني؟ يهددني بالبعير خلاص. اي نعم حصل لي شغله يهددني. لا الحمد لله على سلامتك. حصل له شغله يهددني فيها تقول ولا انزين. شو قالوا عن غافه؟ انا تغني عن الغافه تسوي شعر. لا هذا شعر انا سمعتهم يقولون شو قايل؟ باتوا تحت غافه ودم عيني على اللوياه زرافة. هي هاي من أقوال الشعراء الكبار، قباني وزار قباني وزار قباني قال باتوا تحت غافة. اي نعم ايش دراكم الحين طويل العمر. اليوم طبختنا مضروبة، مضروبة بشو؟ بالبر ما بالعيش. او عندوك آه. نعم وياي يلا هذا الثوم وهذا تعال الدياي عندوك. شنو الدياي؟ تعال نعالي وينه؟ يب الدياي، يب الدياي، يب الدياي. يلا عشياك. نعم هذا الدياي شهدان. اشوف الدياي، الدياي بكباره بكباره الدياي. يلا افتح الجدر، حطوه في الجدر. نعم بطل الجدر، شل الجدر. الله 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 شوفوا يلا كود 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 شب ركو 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 على هالأجواء الغاوية. الله 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 الله. وين ياي عازم على منو بعد؟ اسمع
ها اليوم وش مسوي لنا اليوم؟ اليوم مضروبة. اي مضروبة على بر ما على عيش. جعل يضربون عدوينا. آمين إن شاء الله. وهذا التوت. أكل التوت قبل لا تموت. نقول فرساد. فرساد نسميه. نحن نسميه فرساد. نعم. قاعد تقول لي مريوم وتقول لي ما تفرقين بين الشير وبينه. يعني شو قصدها؟ ثوبك لونه اخضر. اي الحمد لله اخضر على اخضر ملبوس الحبيب اخضر وخضر رد الارض حين انا ما مش الاخضر وداني وداني يا صابر قال اخضر على اخضر وملبوس الحبيب اخضر وخضرت الارض ساعه ما مش الاخضر اخضرت الدنيا ساعه ما بوصل الحريه هاي كلها الخضره ها اكل بعير ها اكو تعلمت اي نعم ونحن طول الله عمركم وياكم اول باول خطوه بخطوه جدر بجدر من لاس بمن لاس صينيه بصينيه يلا غايته غايته غدا عش هذا هيور هيور هذا يا ربي على اهل يسر غاوي شوفوا 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 بيت الوادي شو مسوي شو يقدم اشوف اندوتش تعالي 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 انت شو شبيتي عليه افتحي افتحي اي شوفوا شوفوا الدلع شوفوا الاناسه شوفوا الشمل ايش عندك اليوم بعد تاكل اي شوفوا الله يا هي يلسه يا هي امه اشوف افتحي 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 يا ربي عذاب عذاب يا هي شابسة شاب بعد افتحي هاي فندق رويال يعني تسكن في مزرعة واستراحة وبيت فخم لا ويضيفونك ويجيبوا لك اكل ويدلعونك لا وشوف تبارك الله الشغلي مجبوس يا ابو شغلي الهامون يا ابو شغلي على اعلى مستوى والربيان والسيفود هذا الدلع من وين لنا الدلع من بيت الوادي اي والله من فندق رويال فيو في راس الخيمه أيوة. يدلع لي ما يدلع وعن طريق النجم العود يتولع يا ها أي. عيوني وردينا الى المضروبه يلا هذا الدياي فوحنا والحين طلعنا تعال 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 يلا ها تفضل طلع العظام هي بطل هي نعم كسره نعم هي شوف مره طلع اللحم والعظم برا واليلد برا اليلد ايه اليلد برا هي هي نعم هي فتفته فتفته يلا هي نعم يلا شوفوا ايش قايل اها يلا 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 هي بس 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 نعم طلعوا العظام شوفوا فورنا الدياي فورناه لا كركم ولا ابزار ولا اول ولا تالي ونفصل اللحم حنطلع العظم هذا العظمه العظم طلع برا اي نعم وهذا الجدر الحين بنشل الماي الدياي ماي الدياي ما بنعقه لا بماي الدياي برد عليه برد ماي الدياي عليه فيها الاجواء الغاويه الاجواء الحلوه نعم نعم شوف الله يا هي اجواء يا ربي كلفس كلفس كله كلفس ملبس مرحبا 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 ام محمد بالعافيه عليك تغديتي العربي يسولوا عنك قالت تستاهلين السلامه قلنا ما شاء الله عليها نعم يلا عاشوا كلفس طيبوا طلعوا اللحم يوم تسوونه المضروبه فتفتوا الدياي طلعوا اللحم عزلوا اللحم وردوا واحمسوا الحين خلكم وياي اول باول انا عندي حلقه طباخ ويا الفنانه شمس شوفوا اول باول ردينا الماي ردينا الماي في جدر روحه ماي الدياي هي ما بنصب نح ماي الدياي في دسم يلا يب الدهن يب الدهن الخنين ابوي اعطي دهن خنين يباله دهن حريه دهن خنين ما بزيت ما لا 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 صب 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 عطى 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 الدهن عطى نعم ما راح تابعت عطى مرة هي نعم 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 وإيه هذا الدهن الخنين الدهن نعم وبنحط على حينه خلكم ويانا أول بول المضروبة البر هي بر ما بعيش والسهل يا مرحبا شمس تعال شوف المضروبة زين هذا الدهن حرينا يب وصل هذا وصل ها ها
هذا البصل، البصل يلا عطني عطني سامي 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 هناك الله العظيم أنا تعال جيب هذا جيب أحيي الثوم والزنجبيل تعالي تعالي ودي الملاش أنا طب البحر البحر قلت لهم سوي صالون أحسن صالون قسم بالله ينجحون يلا خذي تعلمي لا أنا طباخ أنت طباخ خلاص يوم طباخ جيب الجدر نعم هاي الساوند هذه اليوم المضروبة على بر نعم بينك والله يا ابو خليك لنا معيشنا بالعافيه ومشكلنا ومشربنا تعالي الجمهور يا شمس يسالون في الجمهور عقب جوله دبه وجوله راس الخيمه وين بتصيرين؟ عمان دار الامان ونعم بعمان خالد حريه انت وين؟ شو تقول زين عن الطماطم؟ شو تقول عن الطماطم؟ الطماطم احمر ايه ابى اشبع الطماط لا لا انت تقول على تركم ما ادري شنو غير خوش عدل 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 والدنيا ترقص يا هلا نعم اقول لك عقب خلي احمد وين بنروح انا تراني اليوم بسافر وين بسافرين بنروح على عمان على عمان ودوني قولي ودوني وعلى عمان ودوني وعلى عمان اسمعي ما بكذا لا على عمان ودوني ما حدا يجلس وياهم يا اهل الدار خذوني صوب برشة اي برشة شو عندنا برشة انا في شيء يغيظني في عمان واحبه واموت فيه وابغى اشوف شلون يسوونه شلون تسوون الحلوى العمانية يا أهل عمان؟ قالوا لي الحلوى مصنع برشة أكبر مصنع حلوى في الخليج العربي يزود الدنيا كلها بنروح عند هناك عند برشة قوم النزواني ما يحتاج إيه النزواني اللي ياخذ حق الشيوخ هذا هو نعم النزواني نعم أنا وحدة أورجانيك سوي لي الحلوى بزيت الزيتون وبالعسل أنا أبي الحلوى السلطانية العمانية زينك النزواني انطرنا نبي نشوف يونس العم يونس عند العم يونس هو انت تعرفه؟ العم يونس اخونا صديقنا والكرم والمذهب والسنه والسالفه والاوتوكيت والبروتوكول من هو الاوتوكيت؟ يونس الاوتوكيت اي نعم وابوي اي وبعدين انتقل من يونس وصل وين؟ مسقط مسقط عند منو؟ عند الطباخ عند علي علي بن ثاني علي بن ثاني علي بن ثاني قال المزرعه قال لو يبون المزرعة ومطرح والدنيا والعواطف وأبي الفرقة اللي جيبها علي اليوم إنك تروح عنده تجيبون هذه الفرقة الغنى والكذا العماني بيبون لك الداندان الداندان شيء عدل وليل الحريم اللي بالعماني فين عنصر المفاجأة كل شيء حنقول هنا أنت ما حد ولي عنصر المفاجأة وين ما حد يعطي السر عفان الله أي والله ما حد يعطيني السر كم مرة قالت لكم لا تقولوا لي شيء وربي فضحت البرنامج كله لا صبري أنت مرة لا 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 هذا صبري شوي كل هذا الصوم والحلوى العمانية بزيت الزيتون شلون ها بزيت الزيتون الحلوى العمانية الرابع بالعسل وزيت الزيتون لا 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 رسوب دور الطماط هي الطماط هذا لابد من الطماط هذا نعم نعم اول شيء شنو بتسوي انت اليوم؟ مضروبه مضروبه تبر اليوم مضروبه اه مضروبه اي احسن مضروبه رجينا على الطماط الحين رجع على الطماط الحين خلكم وياي وطالع وطالع شفتوا الدياي هذا الدياي شفتوا الدياي الله ايه يا ود شفتوا الدياي قلبوا الدياي عطنا الابدار عطنا الابدار عطنا الكركم تعال قلبي تعال قلبي يا ودي قلبي يلا قلبي الدياي قلبي الدياي عطنا الكركم جيب الكركم جيب الكركم يا قلبي حريه اي نعم ما ترضى بالاوامر لا انت اللي ترضى بالاوامر عندي لان انا ما اعطيها اوامر انا الوحيد اللي يقدر علي ولسان انا اقدر عليه يا ودي قلبي عطني البدار عطني البدار الاسود شفتوا هذا البدار هذا هذا اللي يطر الراس هذا وين يا ناس انا بار حرية اللي يطر الراس هذه المضروبة بقول لك حقها مضروبة اسمها مضروبة ليش عشان يضربون بالدافود شوفي شموسه هذا البزار هذا البزار خالد حرية
يلا لا تنسى بعطيك بدال ادويات ان شاء الله باذن الله. يا قلبي ترى ذابت رموشي. لا يا وهاب هديت رموشي بعد يعني رموشك ما يحتاج رموشك في زمانها رموشي والله زين. يلا انت عطني ها شفتوا حتى الهيل حتى الهيل ها شوفوا اي المضروبه تحتاج هيل. ايه قلبي 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 ها حق قال عندي عضلات قلبي ثقيله قلبي قلبي المصحف أدبنا الحمد لله قلبي اخذ حق الناس مني اعطيني بساعدك ها شوفي ها شوفي ها المضروبه شموس وين بتي بتي شوفوا المضروبه طبعا خالد حريه مسوي لنا اليوم مضروبه يلا شو المضروبه يلا يلا عطى ماي عطى ماي جيب الماي جيب الماي جيب الماي يلا صب المغرف 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 ايه صب الماي خالص بريه اهلا وسهلا يا سلام يا سلام نعم ما شاء الله ريحتنا واصله انا 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 ترى توني واصل عند الجروب وشم ريحه المضروبه من عند الباب شيء مو طبيعي. عطى ماي عطى ماي عطى ماي بهارات يا جماعه بهارات عطى ماي بهارات بهارات قالوا كل من يوم نجر ما تم بالباب شجر انا روحي انت تطحنها انا اطحنها انت تسوي وانا اغسلها وانا اشتريها احلى 14 نوع من البهار ما شاء الله ممكن نحط في كيس قاعد بهار 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 لا عيوني طبعا زين شنو تتكون بهاراتك بصراحه بهاراتي ويا من كل انواع جوز الطيب كركم الزعفران الجربل الزعفران الزعفران الحلبة الحبة السوداء اوكي 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 يا سلام عطى 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 مضروب ابوه ما سمعت يوم قال ابوه واويله طبعا المضروبة حرية طبعا طبعا يلا شوف يا شميس عيونها طالعي ها شوفوا بس بس. هذه المضروبة إيه؟ اللي على طريقة خالد حرية في المضروبة البحرينية هي الأصل هاي ما بالعيش لكن هذه مو بالعيش هذه في البر بالبر إيه؟ البر هذا اليريش اليريش يب 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 المضروبة يعني بتصير مضروبة يريش مو مضروبة عيش يا يريش اليريش البر صب الماء صب الماء صب الماء في غنية قبل يقول صب الماء على الباجل وعلى الباجل والجدر ما براي ما تشل والجدر ما براي ما تشل ايه على الباجل وصب الماء على الباجل ايه انتوا صب الماء على الباجل قولوا رأوا والجدر ما براي ما تشل على لكوكو المهم هكذا اغاني من الموروث الشعبي غاني غاني كان يسووا من هذا ايه هو الاول عندنا هذا الحين صور الجدر شفتوا هذا خالد حريه تفضلي تفضلي يا كريمان شفتوا اي تعال جيب البر جيب الحبه صور هذا البر صبر هذا بر هذا البر هذا الحب حقنا حقكم هذا هو هذا حب مجروش اي مجروش يلا صب الحين مجروش بسم الله الرحمن الرحيم ها صب ايش اسمها هذه الاكله صب مضروبه حطيت شب ايه لا ايوه بدون شب شو اكلها حلوه تبغى تاكل لقمه هنيه خليك مع خالد حريه صاحب الافلام الشعبيه تعال 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 قم 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 وصل 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 صوره 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 يا مرحبا يا مرحبا حيوا مليان وراني وراي يعني ما يصبر هالرياب وين ما سير انا نعم الله امي شايفه حطني الملح حطني الملح حطني الملح حطني الملح حطني الملح حطني الملح 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 عين الحسود فيها عود اي والله اي نعم هذا الملح بس يا ولد نعم شوفوا هاي مضروبنا عشان تعرف رجلي يكون في العلم حطينا صلصل او ما نحطي صلصل ما يحتاج يعني الصلصل اللهم شو بس صلصل يعني صلصل يعني طماط قواطي طماط أيه. الصلصل اللهم له لون لا يغني ولا يشبع في الاكل تكون طبيعيه احلى المضروبه ايه صلصل لون يوج شفتوها هذه ايه ما شاء الله يلا تسلم على يدي بالعافيه بالعافيه انظر عيني بالعافيه بالعافيه يلا
هذا لك مع تفسير. يا الله لو سامحتوا جيبوا عندكم مسدس وما صدقه في دماغه والله. نوح نورت. هلا هلا ابو خالد. هلا ابوي افتح المضروبه يا ربي. ايه بقبق الجدر شوفوا اسر الجدر. ايه بقبق ايه بقبق ايه بقبق. عذاب عذاب من عذاب من عذاب ما عقبه عذاب. شوف 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 الاجواء. خالد تم وصل مستانسين في راس الخيم. مسخره منظر. شوفوا شاموس منوره منوره منوره. شوفوا ايش يومك الحياه كذا مره شي ومره شي. الانسان كل سوى شو الله هني بعد بعد شو يسوون هناك. الله ركبوا له جذور بعد. هذا الجيمات ايه الجيمات هني بعد الجيمات وخبز الرقاق. يلا ابوي عاشه وعادر تم اليدر على ايام بس ليل عشاء. ايه افتح 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 بابا افتح الجدر شاموسه. تعشوا الجدر. طالع طالع المضروبه عشان رايك. هاي الفنانه الشمعة هي بلاها خلط. ايه وشو مكس. انا ديني تجعلي من ذا ثقيله محمد والله. اقلب المضروبه شوي الحين وقت الضرب صح؟ لا بعد لما لما بلا ما شاء الله. شوف خلاص شوف تو والله والله تسلم يدينك ويعطيك الف عافيه مضروبة ويطول عمرك. مضروبة مضروبة الدياي. الله على بر على بر. اي حتم على يمر لين غايه الضرب وننتقل. ها الحين بتخف النار. اي بس خفينا النار. أيه. خفينا النار. النار طال عمرك شفتي خفيناها. بعد بعد ماما بعد بعد بعد. ونرجع الى هلا 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 هلا. ايه الجيمات بصحونا على هالاجواء الحلوه الاجواء الغاويه. لا لا ما عقبها اجواء. امس رحنا الجمعيه ما رحنا شو عاشوا يا ابوي. هذا الجيمات حري. شوفوا ذهب ذهب مو بالجيمات ذهب مشاخص مشاخص. وهذا التاوة. اي نعم الله. والاجواء الحلوه. وعمر ابو المعرس بالبركه عليك مقدما ان شاء الله. ابو خالد يا ربي تعال شوف شفتوا. يلا اي بعد اي البيض. الله قصر على التونه. نعم يلا 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 ميزان. نعم امي شغل عدل شغل عدل. يا خالد عدل 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 كلكم عدل في عدل. ايه شفت البيضة. هذا البيض البيضة. شو الفناتق عليك فناتق فناتق. شو الفناتق. انا ابو الفناتق. اي والله انا اللي الله يا الخبز. عطى بيضة. شوفوا 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 العدل شوفوا الخد. يلا انت ممثل الان. شوفوا هذا البيض هذا البيض. وين الجبن؟ هذا الجبن الجبن. هذه المهياوة. الله يا عيني يا عيني يا عيني. بس ايش قايل؟ دهن عربي شوي بعد شوي دهن عربي شوي. خشونه هي تبالي اثنين عربية بعدين. اي والله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ويلا اشوف هناك شو تسوي انتو. اشوف تعال اشوف هذا اللي غنوا عليه. الجيمات بصحونه الجيمات بصحونه الجيمات حريه العرب يمدحونه والعرب يمدحونه. اشوف 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 ابو 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 ابو. شوف والعرب تشوفه. يلا هي نعم يا يا هي شغل. نحن في بيت الوادي في راس الخيمه. أسني الجيمات. وبكر اشوف وزع وزع. تعال خلاك وحده. والله قلت لك يا احمد
ابو بكر ها ابو خالد قبل قيمات ابويه بدل ابو خالد اول بدل ابو خالد نعم يلا ياسين والاجواء طر نعم والمضروبه جاهزه عشان عبد نتعشى الحين عقب العشاء بنتعشى يلا بالحياه والعافيه ود حق الجماعه يا ضرب المضروبه يس ايش حق مسمى هي مضروبه عشان تتكفخ بالمعقاص الساده افتح المضروبه الله المستعان صور يا لوكيشن يا سلام هذه مضروبه خالد حريه اللي في البر لا شفتوا شغل في الجريش شغلوا هذاك شغلوا فلاش ملاش الجريش يا سلام ما شاء الله الريحه ابو محمد تاخذ العقل انت ما اخذ عقل الملايين هذا اللي تاخذ عقل عقلك بالريحه منو يطرون انت العرب وين ما صرتي وين اخر جوله العمان ودوني ما حدا يسوي يوم يا اهل الدار خذوني شوف ايش ناس مروبي تعرفين صوره بن خزيمه وين الله تبارك الله هذا ضرب المضروبه شوف الطريقه كيف نعم لكن فيها طواف نعم بالعافيه عليكم سلمك خليك لنا يا مأكلنا يا مشربنا بالعافيه لا والله ما سوينا الا الخيط والله عمرك لا يغنون عليها بعد هي اصبري شو يقولون على اصبري يا صور يا ابلكيشن صوري لوكيشن هذا لوكيشن هذا نوح لوكيشن هلا المدير الاعمال مال الحريه ايه يستاهل ولا لا يستاهل لوكيشن طبعا جدا زين يقول بارحتي البارحه بيتوني دائره من جنات جنات صورني خلي يسمعون العرب البارحه بيتوني دائره من جنات جنات دار الاياويد وفيها تملك الذلات الذلات بالله عليكم في هاي الدار خلوني بصبح وبمسي وبشوف الولف بعيوني عيوني مارو ما عات الحبيبي ما فعل الذلات الله صح ايه. صح اخر واحده شنو كان معناها هب الغريبي قال ودق الباب في ساعه ودخلك يا نو خدا هيد لنا ساعه وبنوادع الحب وبنشبع من وداعه ناشر سفينه يعني نصنع سفينه ناشر سفينه ونركب كلنا اربعه ونعر سعيره ولا فرق الولف ساعه اي والله هذا كل اللي غايل اوليه صح 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 لسان انا اشهد يا خالد حريه يلا يلا يا نوح عند الضراب قال بارحي بيته مهيدا ماري من جنة والبارحي بيته داري من جنة وداري اللي ويد فيها تملك الذلات اول يوم يطيبون عيش يغنون يوم نبقون العيش يغنون الله يقصدون يعني